ارجع تاني لدكتور محمد، وطبعا مساله عدد التخصصات المختلفه والحالات الحرجه في كل، يعني مش بس مثلا كبد ولا في كل الاشياء، الاولويه بتتحدد ازاي؟ ما ده مهم جدا. يعني انا لو عندي مثلا 1000 حاله، عدد الحالات مين اللي يبتدي يخضع للعلاج بشكل اسرع؟ مين اللي تعمل له الجراحه بشكل اسرع؟ ده القرار بيتم اتخاذه ازاي يا فندم؟ هو القاعده ثابته ان المريض اللي القرار بتاعه او اللي واخد ميعاد للعمليه او واخد محطوط على قائمه انتظار من بدري اكتر هو اللي بيتعمل الاول. التخطي الدور في قوائم الانتظار بيبقى بيعتمد على الحاله الصحيه بتاع المريض، بمعنى ان انا مثلا في مريض ممكن يكون عنده قرار لقسطره على القلب ومحطوط على قائمه الانتظار، بس طرأ في الامر طارئ او طرأ جديد يستوجب ان هو لا ده محتاج يعمل قسطره دلوقتي. وبالتالي هو بيتخطى دوره بناء على التقرير الطبي بتاعه او الحاله الصحيه بتاعته مع اعاده تقييمه.